رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا. فكيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي. لهذا هو من الإيمان، كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل، ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة. أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده، وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدد إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. في الإصحاح الرابع بيتكلم بالأساس على إن إبراهيم أبو الآباء دعي وهو في الغرلة، والغرلة اللي هي عكس الختان يعني، والختان كانت علامة الإنسان اليهودي، فده بمعنى أن إبراهيم صار أبا للجميع. ويبتدي يتكلم عن عمل إبراهيم وإيمانه القوي، ويجي في عدد 20 يتكلم على كيف آمن أنه سيعطى له ابن رغم سنه المتقدم وسر زوجته سارة المتقدم. يقول كده في عدد 20: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. وهنا بيقدم لنا صورة قوية للإيمان: تقوى بالإيمان، يعني الإيمان يصير سبب قوة ليك، يعطيك الإيمان قوة رجاء، ويعطيك قوة
إنك تمجد الله. وخد بالك من عبارة ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله في عدد 20، يعني ما شكش أبدا، لم يخطر على باله الشك، لم يشك في الوصية ولا يشك في الوعود. عشان كده أيها الحبيب انظر إلى وعود الله وانت بتقرأ في كلمة الله، واعرف أن الوعود هي نقبلها بروح الرجاء وبالإيمان، ونتقوى بالإيمان ونعطي مجد لله، وأن ما وعد بها الله هو قادر أن يفعله أيضا. خلي عندك الإيمان ده. اللي بيضيع مننا الإيمان هو الشك، شك الإنسان، أو الإنسان لا يتيقن أن اللي وعد به ربنا يقدر يعمله، ويبتدي عدو الخير يزعزع أفكاره ويزعزع إيمانه. إيمانك القوي وتقوى بالإيمان وتقديم المجد لله سيكون سبب في خلاصك، والسبب في أن يد الله تمتد في حياتك وتعمل بقوة. ربنا معكم.